عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، وهذا الحديث له سبب قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه، فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار، فلقط له مثل الخلف، فقال عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. قال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. والغلو هنا إما أن يكون كما قلنا مجاوزة في الزيادة أو في النقصان. لو رمى بحجر كبير جدا هذا غلو، نوعه غلو زيادة. لو رمى بحجر صغير جدا نوعه نوع غلو نقصان. لكن لو رمى بحجر كبير جدا أو بحجر صغير جدا يصح رميه، مرت معنا في مسائل الحج المذهب لا يصح والجمهور يصح مع الكراهة. ففهم من هذا أن الغلو في العقائد أشد خطرا، فإذا كان الغلو في العبادة عبادة وهي عبادة الحج له من الخطورة ما ذكر عليه الصلاة والسلام، ففي العقائد من باب أولى.